من فترة كبيرة واحنا عمالين بنسمع عن الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي اللي بيساعدنا ان احنا نكتب بوستات سوشيال ميديا مثلا، او حتى برامج تانية تساعدك ان انت تحول نص الى صورة او نص الى صوت، وحتى تعزل خلفية صورة او فيديو، وكمان حتى الذكاء الاصطناعي يعمل لك فيديو كامل. لكن لما نسمع عن ذكاء اصطناعي جديد يكون مساعد شخصي ليك، يكون عنده اكسس على البيانات بتاعتك، على اجهزتك وعلى كل حاجة عنك، ويساعدك كمساعد شخصي، فده شيء محتاجين نقف عنده. من حوالي 8 شهور كده فاجئتنا شركة مايكروسوفت ب That's why today we're announcing Copilot. الكوبايلوت او مايكروسوفت كوبايلوت، واللي هو ببساطة عبارة عن مساعد شخصي يعرف كل حاجة عنك وبيساعدك في كل تطبيقات مايكروسوفت. وطلعت بقى مايكروسوفت وقالت لنا ان هذا الكوبايلوت هيكون متاح دلوقتي في مايكروسوفت ويندوز 11. Copilot will begin to roll out as part of a new Windows 11 release. وباقي التطبيقات بتاعت مايكروسوفت الوورد والاكسل وكل حاجه تقريبا. Today we will show you how Copilot can make your life better. انا حسام الدين حسن، وفي الفيديو ده ان شاء الله هكلمك عن هذا الذكاء الاصطناعي القوي جدا وازاي هيفيدك في حياتك بشكل عام. ولو انت حابب بقى تتعلم تستخدمه ازاي فعليا بشكل عملي، ففي اخر الفيديو ده هقول لك على حاجه هتفيدك كتير، فاتاكد ان انت تتابع الفيديو للنهايه. اولا مايكروسوفت كوبايلوت هيكون موجود على الويندوز 11، عارف التطبيقات بتاعتك، عارف ملفاتك، وعنده اكسس على الاجهزه بتاعتك اللي انت موصلها زي موبايل او تابلت. Copilot is one experience that runs across multiple surfaces. Understands your context, brings the right skills to you when you need them. هتقول لي طيب حاجة زي كده ممكن تفيدني ازاي؟ تعالوا ناخد كام مثال مع بعض. لو افترضنا ان انت مسافر دبي مثلا الشهر اللي جاي، وعندك تذكرة الطيران بتاعتك موجودة على الموبايل مش موجودة على الكمبيوتر، وفي لحظة ما انت عايز تبص على ميعاد الطيران علشان تبعت ايميل معين بهذا الميعاد، فانت بدل ما تروح تدور على الموبايل بتاعك وتجيب التذكرة اللي انت حجزتها من فترة، انت كل اللي محتاج تعمله تدخل على الكوبايلوت تكتب له تقول له ميعاد الطيران بتاعي الاسبوع الجاي امتى او الشهر الجاي امتى، وهو هيروح يجيب البيانات دي ويرد عليك ويقول لك طيارتك بكل تفاصيلها بكل حاجه. طبعا القصه هنا ما بتقفش عند حاجه زي دي، انت اي ملف صوره، ملف وورد، وات ايفر اللي عندك على اي جهاز موبايل او تابلت، تقدر في الكمبيوتر بتاعك تجيب هذا الملف وتسال الذكاء الاصطناعي عن معلومات عنه وهو هيساعدك ويرد عليك. لو زهقت وعايز تشغل حاجه كده جنبك، فممكن تروح تقول لكوبايلوت انا زهقان شغل لي حاجه تروق مزاجي مثلا، فهو هيروح بقى يسيرش في ايه التطبيقات اللي ممكن يشغل عليها حاجه ويشغلها لك. ده غير ان الجميل ان هو اوريدي عارف ايه الحاجات اللي انت بتشغلها، يعني انت بتشغل قران مثلا فغالبا هيشغل لك حاجه انت سمعتها قبل كده او حاجه في نفس الاتجاه، وده بصراحه قوي جدا ورائع جدا. بتدور على ملف معين على الكمبيوتر بتاعك، وبدل ما تروح على السيرش وتدور او تقعد تلف في الملفات وتضيع وقت كتير جدا، انت ممكن تروح تقول لكوبايلوت انا عايز الملف الفلاني اللي فيه معلومات معينه، او تديله وصف كده عن الملف بتاعك، هو هيروح يسيرش ويجيب هذا الملف. بس الموضوع ما بيقفش لحد هنا. الاقوى بقى ان هذا الذكاء الاصطناعي قادر يفهم يعني الملف ده فيه ايه، وتقدر ان انت تساله او تطلب منه يعمل حاجات في الملف ده. لو الملف ده صوره مثلا، فممكن تقول له عزل لي الخلفيه، اعمل بلور في الخلفيه، اعمل حاجه معينه في الصوره. لو الملف ده عباره عن وورد دوكيومنت مثلا، ممكن تقول له لخص لي هذا الوورد دوكيومنت، اكتب حاجه. لو برزنتيشن ممكن تطلب منه حاجات معينه برضو. يعني الموضوع رائع جدا، انت في شخص ذكي موجود على الكمبيوتر بتاعك 24 ساعة تقدر تطلب منه أي حاجة. The introduction of Copilot, your everyday AI companion. نروح بقى للإعلان الثاني. Soon we'll be upgrading to the new DALL-E 3 model from OpenAI, making Image Creator even more powerful. وهو إن DALL-E الموديل 3 بقى متاح دلوقتي من OpenAI، وطبعا مايكروسوفت علشان الاستثمار الكبير اللي هي حاطاه في OpenAI بتاخد اكسس على كل التكنولوجي دي، يمكن حتى قبل ما تكون متاحه للكل. فانت دلوقتي في بينج تشات تقدر تدخل وتطلب من الذكاء الاصطناعي يصمم لك صوره، وهيستخدم الموديل الجديد اللي هو الدال اي 3. ولو بصيت كده معايا على النتائج او المقارنه اللي قدامك دي، هتلاقي ان دال اي 2 طبعا لا يقارن قوي بدال اي 3. دال اي 3 اقوى كتير والنتائج بتاعته افضل ورائعه، وطبعا اللي عارف ميد جيرني وشاف يعني قد ايه ممكن تطلع صور قويه هيلاقي ان الدال اي 3 بقى قوي جدا برضو. بالمناسبه برضو التصميمات اللي هتطلع بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت
هيبقى مكتوب عليها انها تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وده علشان الشفافيه، يعني محدش ياخد هذا التصميم ويقول انا اللي عامل هذا الشيء، لا يبقى واضح ان هو معمول بالذكاء الاصطناعي. وادوبي بالفعل بتعمل ده في ادوبي اكسبريس. لو دخلت على ادوبي وعملنا فيديو قبل كده عن الموضوع ده ورحت عملت اي تصميم بالذكاء الاصطناعي هيكتب لك تحت ان ده جنريتد ويز اي اي، وبيحط طبعا اللوجو بتاع ادوبي. نروح بعد كده على نقطه رقم 3، ودي هتكون مفيده جدا لرواد الاعمال واصحاب الانشطه التجاريه سواء صغيره او كبيره، يعني زي حد زي حالاتي مثلا بحتاج ان انا اتابع مبيعات الكورسات بتاعتنا وبعض شغل للعملاء والايميلات بشكل مستمر. فالفكره هنا ان الكوبايلوت ممكن يساعدني في ده، بدل ما انا كل يوم احتاج ادخل على ملفات معينه واحتاج اخش على الايميل وابدا ابص في بعض الحاجات، لا انا ممكن اروح اقول للكوبايلوت قول لي كده الشهر اللي فات مبيعات الكورسات بتاعتنا عامله ازاي، او قول لي اخر اسبوع الاعلانات عامله ازاي، قول لي ملخص حاجه معينه اخر الاسبوع وهكذا. فهيوفر عليا وقت كتير، والاقوى بقى ان انا ممكن ابدا اقول له او اطلب منه يساعدني اطور من شغلي. يعني ممكن مثلا اقول له بص كده على الار او اي بتاعي او الكونفرجن ريت، ودي ميتريكس او بعض البيانات المهمه جدا في المبيعات بشكل عام ايا كان المنتج او الخدمه يعني. والفكره هنا ان انا ممكن اسال الذكاء الاصطناعي عن الرقم ده هو يحسبه لو انا مش اوريدي بحسبه في الاكسل بتاعي مثلا، وبعد كده ابدا اساله ازاي احسن منها، لو الكونفرجن ريت بتاعتي قليله ازاي اعليها، هيبدا يديني بعض النصايح وابدا ان انا ابدا اطبقها وارجع له تاني اقول له طيب ده نفع وده ما نفعش وهكذا. فالفكره ان انا اكن معايا كوتش عارف بيانات وتفاصيل البيزنس بتاعي وبيساعدني ان انا اطور واحسن فيها. ده متاح تحت حاجه اسمها بينج تشات انتربرايز، نفس البينج تشات اللي هو انت يعني بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي تقول له يكتب لك بوست سوشيال ميديا مثلا او حاجه، بس بدل ما هو عام كده ما يعرفش تفاصيل عن البيزنس بتاعك، لا في الانتربرايز بقى بيبقى عنده اكل عن البيزنس بتاعك وعن التفاصيل بتاعتك، وبالتالي بيساعدك وبيرد عليك وفقا للبيانات اللي عندك. ده غير بقى ان دلوقتي كمان مايكروسوفت 365 واللي من فتره اتكلمنا عن المميزات اللي هتكون موجوده فيه، مايكروسوفت 365 كمان هو بقى كله على بعضه كده مرتبط ببعضيه وكله على بعضه فيه ذكاء اصطناعي. يعني مثلا من الحاجات اللي انت ممكن تعملها تروح تسال الكوبايلوت تقول له ايه ملخص الاجتماع بتاع الاسبوع اللي فات، اجتماع انت حضرته او ما حضرتوش، هو هيروح على المايكروسوفت تيمز هيجيب الترانسكريبشن او الكلام بتاع الاجتماع ويدي لك ملخص. ممكن برضه تقول له اديني ملخص الايميلات بتاع الاسبوع اللي فات، او تقول له الايميلات بتاعت الاسبوع اللي فات كان فيها تاسكات معينه، وفقا للايميلات دي اعمل لي تو دو ليست للاسبوع الجاي. هيروح على الاوتلوك ويبدا ان هو يبص على الايميلات ياخد منها المهام اللي تم تحديدها ويبدا ان هو يحطها لك في تو دو ليست للاسبوع اللي بعده. ممكن برضو يكون عندك ميتنج قريب وعايز تعمل برزنتيشن للمدير بتاعك علشان تعرض عليه شغل معين او فكره معينه، و البرزنتيشن دي هتتعمل من اكتر من مصدر، يعني مثلا من الاجتماع اللي فات هتتعمل برضو من بعض الملفات الوورد، هتتعمل من ملف اكسل، تروح بقى تقول للكوبايلوت من الملف 1 و2 و3 اعمل لي برزنتيشن بهدف 1 2 3، وهو هيبدا يعمل لك الباوربوينت برزنتيشن وتكون متاحه معاك متصممه مكتوب فيها كل البيانات اللي انت محتاجها، وتقدر ان انت بقى تستخدمها تعدل عليها. وحتى جوه الباوربوينت نفسه برضو الشات موجود، تقدر ان انت جوه الباوربوينت تطلب التعديلات اللي انت عايزها. بصراحه حاجه قويه جدا الفكره، ان انت دلوقتي بدل ما كنت هتاخد وقت طويل جدا عشان تعمل حاجه، انت هتقدر تعملها بكفاءه اعلى وفي وقت اقل. فتخيل بقى النتائج اللي انت ممكن تحققها للبيزنس بتاعك او لشغلك بشكل عام باستخدام تقنيات زي دي. وعلشان نسبة كبيرة جدا منكم بيتفرجوا على الفيديوهات ولكن مش بيشتركوا في القناة، فأرجو إن أنت تنزل تحت تشترك في القناة. أنا حسام الدين حسن ودي قناة إيبرينرز، القناة اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجي بشكل عام وتحديدا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وإزاي وده الأهم بقى تستفيد منهم في حياتك. فلو أنت مهتم بالموضوع دي وعايز تكون أول من يعرف عن التقنيات دي وتستفيد منها إزاي، اشترك دلوقتي في القناة. وعلشان ما نخليش الموضوع لاخر الفيديو، لو ان شاء الله انت مشترك معانا في القناه فاحنا قريب هناخد اكسس على المايكروسوفت كوبايلوت وهنبدا ان احنا نعمل كورس كامل نعلمك في كل اداه ازاي ان انت تستخدمه وازاي ان انت تستفيد منه في وات ايفر البيزنس بتاعك او الشغل اللي انت بتعمله او حتى حياتك بشكل عام لو انت طالب مثلا. فلو انت عايز توصل للكورس ده ان شاء الله وتستفيد منه بشكل مجاني، اشترك دلوقتي في القناه. الخاصيه رقم 4 معانا بقى وهي Next, we're excited to share a brand new feature coming to Windows. Ink Anywhere. مايكروسوفت Ink Anywhere، ودي ببساطة خاصية هتخليك تقدر تستخدم القلم وتكتب في أي مكان في الويندوز، وتاخد برضو أي حاجة موجودة قدامك صورة تكست أيا كان وتديه للكوبايلوت وتسأله أسئلة. تعالوا كده ناخد المثالين اللي هم اتكلموا عنهم. لو أنت عندك مسألة رياضية عايز تحلها، لو أنت طالب مثلا، فأنت بدل ما تكتبها بالكمبيوتر وده عادة بيكون صعب بالذات لو كانت يعني مسألة طويلة، لا أنت كل ممكن تعمله تستخدم القلم بتاعك وتبدأ تكتب المسألة الرياضية زي ما بتكتبها في الحقيقة،
والمايكروسوفت نفسه هيبدا ان هو يحوله الى نص ويبعته للشات ويبدا ان هو يحل لك المساله يشرح لك. وطبعا احنا هنا بنتكلم عن ذكاء اصطناعي موجود معاك 24 ساعه، اساله وهيفضل يعيد شرح الحاجه بمليون طريقه لحد ما تفهمها وتستفيد منها. طيب والله المساله دي موجوده كصوره سواء على صفحه عندك في كتاب واتيفر، ممكن تاخد منها سكرين شوت بالسنيبنج تول عادي خالص وتديها للتشات وهو هيحلل اللي فيها، سواء فيها جراف فيها نص ايا كان، وهيبدا ان هو يحلها لك ويشرحها لك لحد ما تفهمها. ويعني طبعا هيبذل كل ما هو عنده، مش هيقول لك وقت الحصه خلص مثلا. قدرات خارقه لو كانت موجوده وانا في الجامعه ما كانش في اي اساينمنت هيقف قدامي. خمسه واخيرا معانا، خلونا كده نتكلم عن شويه مميزات مايكروسوفت اعلنت عنها، واهمها انه عدد من ادوات وبرامج مايكروسوفت هيكون متاح فيهم الذكاء الاصطناعي مباشره. وطبعا زي ما قلنا هو الهدف من مايكروسوفت هنا ان هو يربط كل البرامج ببعضيها. فتعالوا كده نمسك نقطه نقطه. اولا حاجه زي مايكروسوفت بينت اللي عاده او غالبا ما حدش بيستخدمه، زمان يمكن كنا بنستخدمه شويه لكن دلوقتي ما حدش بيستخدمه. فمايكروسوفت بدات تحيي استخدام بينت تاني بانها ضافت ليه مجموعه من الادوات بالذكاء الاصطناعي، زي مثلا انت تدي له صوره وتعزل الخلفيه، تحط بلور في الخلفيه وحاجات تانية كتير. برضو مايكروسوفت اتكلمت عن حاجه جديده وبصراحه انا شايفها قويه جدا ومهمه، وهي انه الذكاء الاصطناعي متاح وكلنا بنقدر نستخدمه، بس مش كلنا بنقدر نطلع منه بمميزات وباللي احنا عايزينه فعليا. عشان كده مايكروسوفت عملت لنا حاجه اسمها الكوبايلوت لاب او معمل كوبايلوت، وده ببساطه مكان هتقدر ان انت تجرب فيه اكتر من برومبت وتشوف النتائج، وهيعلمك تعمل برومبت انجينيرنج او ان انت تهندس اوامر تديها للذكاء الاصطناعي عشان تطلع منه بافضل نتائج. فده بصراحه رائع جدا واضافه قويه. عندنا مايكروسوفت ديزاينر وهو اللي هو عامل زي كانفا كده بس من مايكروسوفت، واللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده بالمناسبه، واللي ببساطه بيشتغل بالذكاء الاصطناعي عشان يعمل لك ديزاين او تصميم. طبعا الفكره ان انت ممكن تديله صوره او نص وهو يعمل لك تصميمات وانت تختار المناسب فيها. بس الفكره دلوقتي او الاضافه دلوقتي هو ان المايكروسوفت ديزاينر بقى مرتبط بكل المايكروسوفت ابس او الابلكيشنز بتاعت مايكروسوفت. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اروح في الباوربوينت واستخدم المايكروسوفت ديزاينر من غير ما اخرج من بره من الباوربوينت، ممكن اروح في الوورد واكون بكتب مثلا مقال معين وعايز احط بعض التصميمات واخلي مايكروسوفت ديزاينر يعمل لي تصميمات ويحطها لي في الوورد. هنا انا وفرت على نفسي كل مره بعمل العمليه دي مجموعه من الثواني او دقائق، مع الاستخدام الكتير هلاقي ان انا وفرت ساعات طويله جدا في الشغل، وبالتالي كفاءتي اعلى ووفرت وقت وعملت نفس الحاجه ان ما كانش افضل بوقت وجهد اقل. فدي كده يعني مايكروسوفت بتساعدنا نحقق معادله work smarter not harder. عندنا كمان المايكروسوفت كليب شامبو اللي هو برنامج لتحرير او تعديل الفيديوهات من شركه مايكروسوفت، طبعا كانت شركه ثانيه عاملاه ومايكروسوفت اشترته. في بقى بعض المميزات دلوقتي بالذكاء الاصطناعي، ممكن تروح تديله مجموعه من الصور او الفيديوهات وتديله كده بعض النصوص وهيسالك شويه اسئله وهتسيبه شويه هيطلع لك الفيديو بتاعك خلصان. انا مدرك ان اغلب المميزات دي هتكون متاحه باللغه الانجليزيه اكتر، ممكن العربي في الاول ما يبقاش متاح، ولكن زي ما مثلا جوجل بارد لما طلع كان متاح بالانجليزي وعده لغات اخرى وما كانش متاح بالعربي، مع الوقت بداوا ان هم يتيحوا اللغه العربيه. فلو انت شايف ان بعض المميزات دي مش هتستفيد منها قوي النهارده لان شغلك كله باللغه العربيه، فخليك اول من يعرف ويستخدم الادوات دي ويكون على درايه بيها علشان لما تكون متاح باللغه العربيه تكون برضو اول حد يستخدمها ويستفيد بيها. عشان كده لو مشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي. اخيرا مايكروسوفت اعلنت عن اكتر من جهاز لابتوب جديد من السيريز بتاعه السيرفس. Today we have two brand new Surface laptops to show you. We will start with the lightest, most portable Surface laptop Go 3. وفي السيرفس ستوديو 2، وده بصراحه اللي ابهرني اكتر شيء لانه هذا الجهاز قوي جدا. يعني على سبيل المثال عملوا مقارنه بينه وبين ماك بالام 2 وعملوا ريندر لجرافيكس معقده شويه فكان اسرع بكتير جدا، تقريبا اسرع مرتين من الماك بالام 2. فاحنا هنا بنتكلم على جهاز قوي جدا بتكلفه قريبه من الماك، فالناس اللي بتكون بتحتاج تعمل فيديو اديتنج لحاجات معقده او بتشتغل على 3 دي جرافيكس او حتى الجيمرز هيستفيدوا من تكنولوجيا زي كده. لان احنا بنتكلم على لابتوب هيكون فيه الار تي اكس 2000 او حتى ار تي اكس 40 اللي هي السيريز بتاعه ال 4000 40 60 تقريبا و 40 70. فيعني وجود جهاز زي كده بالقوه دي وكمان فيه امكانيه التاتش وقلم معاه قوي، يعني بيدمج ما بين انها مش حاجه جيمنج صرف
ولكنها حاجه قويه جدا وفي نفس الوقت شغاله في البيزنس، وممكن تستخدمها كطالب، تستخدمها كجرافيك ديزاينر. فبصراحه ان احنا نشوف جهاز زي كده رائع جدا. ده غير ان هو طبعا هيكون جاي بالويندوز 11 وفي بقى كل الكوبايلوت اللي احنا اتكلمنا عليه. فبصراحه وجود جهاز زي كده معمول له تصميم هاردوير يتناسب مع السوفت وير الجديد والاي اي ده بصراحه رائع جدا. بشكرك طبعا انت مكمل الفيديو لحد هنا، وباكد عليك ان شاء الله ان احنا هنتكلم عن المايكروسوفت كوبايلوت وازاي نستفيد منه في حياتنا في تطبيقات مختلفه وفي كل تطبيقات مايكروسوفت اول ما يكون لينا اكسس عليه ان شاء الله. فلو انت مهتم بده وعايز يكون اول من يستفيد منه، فياريت ان انت تشترك دلوقتي في القناه. ولو كان عندك اي اسئله في اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، في برنامج معين بتدور عليه علشان يعمل حاجه انت محتاجها، اكتب لي تحت في التعليقات. لو عندي خلفيه هرد عليك، ولو ما عنديش هدور ان شاء الله، واول ما هوصل لبرنامج هكتب لك في الكومنت او هعمل فيديو مخصوص باذن الله. ولو حابب تتواصل معايا بشكل مباشر تقدر ان انت تكلمني من خلال جروب التليجرام.